نوفل فرحان ونوفل عايش في سعادة دائمة اللي كتخليه يبدع بهذه الطريقة، لأن أنت مبدع في كتاباتك ومبدع في تقاريرك، هذا موضوع آخر. قلتي لي أنا عشت تجارب اللي خلتني ما نتزوجش، ياك شي اللي قلتي، شي اللي قلتي دابا؟ إيه. حبيتي شي مرة ولا قلبك قاصح؟ لا حبيت حب خيالي. حبيتي؟ أنا عندي خبر بأن اسم هذه البنت اللي حبيتي كاين اسمها في الكتف ديالك. كذبني إلا ماشي بالصح. لا بالصح. بالصح. دير اسمها لحد الآن. إيه. فين هذا؟ برا برا برا. ما تقدرش ترجع لها؟ لا تزوجها ولا لا. بغيتي تهدى في الموضوع ولا لا؟ لا بلاش. هذيك قلت لك من قصص الحياة لكل إنسان، أنت حبيتي فيها. لا ولكن جيبني ضيفه وسولني الاسئله اللي بغيتي. انا اليوم انا اللي تنسول كل شيء حاب. ما نظنش انه في انسان مرت عليه فتره مراهقه ولا في الشباب ولا حتى ربما وصل لسن الشيخوخه وعاش قصه غراميه، ولكن انا قصتي كانت مختلفه لانه كان حب صادق وربي ما كتبش. كانت مختلفه وكانت صادقه وكانت مجنونه ايضا. مجنونه جدا، لان باش نكتبوا سميت الشخص اللي كان بغيه في كتفنا ولي وقت المطرح. هذا كان كادو حيت خاصمت معها ولد صالحها و صالحها تقول لنا بغيت شي كادو استثنائي وكان هذا الكادو. صالحها ديك الساعة كنت انا صافي لها طلاق. وعلاش ما حيدتيش اسمها؟ دابا نحيد. الحب اش كيدير لينا نوفل؟ الحب؟ اش كيدير لينا؟ يضرب الحب شو بزاف. يحطم. كادو الساعات. انا بنشبع منه وما نمل على كيفه بيتحكم فينا. بيضحكنا وبيبكينا، هذا هو الحب. نوفل، إلا بإمكانك اليوم تمشي في محكمة الحياة، في محكمة الحياة احنا محاميين فاشلين ولا غائب العدل فيها الحياة كلها. غائب العدل ولا احنا محاميين فاشلين؟ والله أقول لك أنا ربما أتجه لغياب العدل. غياب العدل، ولكن غياب العدل بأمور نحن بها مسيرين وأمور أخرى أيضا مخيرين. قد يغيب العدل حين يكون قدرك مثلا أن تحيا ليتم أيام الصبا مثلا، ولكن قد نكون مخيرين أن نختار ذلك الدرب لكي لا نكون على الرصيف. درب النجاح، درب الدراسة، درب الاجتهاد، درب